عليكم البنات، كنتمنى تكونوا كاملين بخير وفي احسن الاحوال. اليوم غادي نقدم لكم هذا الفيديو على طريقه عمل حليب الصويا او حليب الصوجا في المنزل لابراز المعالم الانوثه لدى المراه، اي تكبير الصدر والارداف وكذلك المؤخره والساقين. فتابعوا معي الفيديو للاخر لتعرفوا الطريقه بالتفاصيل. ولا كنتوا اول مره تزوروا القناه ديالي فما تنساوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس باش توصلوا بجديد فيديوهاتي. وكذلك البنات ما تبخلوش عليا باللايكات ديالكم، فهي بمثابه تشجيع لي والقناه ديالي. وشكرا شكرا شكرا بزاف على ثقتكم فيا وعلى المتابعه ديال القناه. فمهم اول شيء اللي غادي نحتاجه في هذه الوصفه اللي هو هاد حبوب، اي حبوب صويا حبوب صوجا. فهاد الحبوب عندها فوائد عظيمه، ومن بينها انها كتعمل على تكبير جميع المناطق الانثويه لدى المراه. اول شيء ما نطولش عليكم، غادي ناخذ مقدار معين اللي هو كاس مثلا، يعني كاس ديال هذا كيخرج لينا السيترو ديال حليب الصويا. يعني استعملنا كاس بالمقدار اللي استعملت انا ديال الصوجا، فهو غادي يخرج لينا السيترو تقريبا ديال حليب الصويا. فكما كتشوفوا معايا من بعد غادي نديرو في اناء على هذا الشكل، ونعمل بالنسبه للكاس ديال الصوجا غادي نعمل عليه 4 الكيسان ديال الماء، اي 4 كؤوس من الماء. فغادي نخليهم تقريبا 8 ساعات حتى تترقى لينا. غير اللي نبغي نقول لكم البنات انني هنا في الوصفه انا رغم انني متوجع عندي الصوجة ولكن كانت عندي محمصه يعني محمره، فانتوما البنات استعملوها تكون ما محمراش باش يخرج لكم حليب الصوجة الاصيل يعني وعلى شكل حليب اللي هو ابيض. انا غادي يخرج لي اللون كيف ما غتلاحظوا معايا، ولكن يعني نفس النتيجه نفس المفعول، غير نتوما استعملوها انها تكون ما محمصاش يعني ما محمراش. فمهم غادي نخليها من بعد ما تمر 8 ساعات غادي نرجع ليها. كما كتشوفوا معايا البنات هذا هو الشكل ديالها، يعني ملي خليتها حتى رقادت ليا فغادي نزول داك الماء اللي كانت رقادت ليا فيه، وغادي ناخذها ونعملها في خلاط كهربائي. كما كتشوفوا معايا غادي نوضعها في الخلاط الكهربائي على هذا الشكل، وغادي نضيف عليها 4 كؤوس من الماء، مقدار يعني كما قلت لكم في الاول مقدار ديال كاس ديال الصوجا كنضيف عليه 4 الكيسان ديال الماء، وغادي نطحنها مزيان. حتى يعني هانتوما كتشوفوا معايا حصلت على الحليب ديال الصوجا بهذا الشكل، غير اللون كما كتلاحظوا معايا انا خرج لي هذا اللون هكا، وسينو خصو يخرج لكم في البيض يعني بحال الحليب، ولكن نفس النتائج. السبب كرجع لي انني عندي محمره هذيك الصوجا. من بعد غادي نضيفها في الكاسرول على هذا الشكل ونديرها فوق البوطه يعني على نار هادئه، وتخليها حتى تبدا يعني طالعه بحال شكل الحليب ملي كيفيض، وصافي ونديرها الصفا يكون يعني الثقوب ديالو رقيقه يعني صغيره لهاد الحليب ديالي. وغادي ندير لهذا الشكل يعني نبقى نصفي فيه بشويه بشويه نزيد حتى يتصفى ليا كاع داك المستخلص ديال الصوجا، يعني هذاك الحليب اللي حنا كنقلبوا عليه. وهذا الباقي ممكن نستعملوه في وصفات اخرى، وممكن يعني نتلوحوا صافي. الاساس عندنا حنا خدينا الحليب ديال الصوجا وصافي، هذا هو الحليب النهائي. يعني طريقه الاستعمال البنات طريقه سهله سهله بزاف، ولكن راه كتعطي نتائج واعره بزاف. طريقه الاستعمال غتاخدي غير كوب واحد كل ليله قبل ما تنعسي، غادي تستعملي كوب واحد من حليب الصويا يوميا، وتقريبا يعني كتبان لك النتائج في ظرف وجيز وقصير قصير بزاف، كتزيد في المناطق الانثويه لدى المراه. وممكن تنسموه الا ما كنتوش يعني كتبغوا داك المذاق ديال الصوجا. انا نسمت ب فاني سكر فانيلا يعني على هذا الشكل، ونخلط مزيان. من بعد غادي توضعيها في قرعه يعني اناء يكون محكم الاغلاق، واي حاجه عندك ماشي مشكل، وتوضعيها في الثلاجه. فهاد الوصفه
يمكن تصبر حتى الاسبوع. وهاد الوصفه راه كتزيد في الوزن بطريقه خياليه ورائعه، وعندها فوائد بزاف. كما كنعرفوا ان الصوجه تكون لنا داك الهرمون انوثه اللي فيه يعني الصدر والارداف والمؤخره، وكتفتح كذلك الشهية، ورائعة بزاف. يمكن يستعملوها حتى الأطفال يعني بنيات صغار، ولكن الوليدات ما يمكنش يستعملوها لأنها كتحتوي على مادة الإستروجين اللي كتعاون يعني باش كتبرز ديك المناطق الأنثوية. فهذا هو الشكل اللي أنا يعني عملت هنا، وغادي نعملها في الثلاجة ونبقى نشرب منها يعني كاس كل ليلة قبل ما نعس. وأنا كنتمنى نكون فدتكم البنات، وندوزو الوصفة الثانية. هاد الحلقة غادي نشارك معاكم فيها يعني واحد الوصفة أو عبارة لمشروب كيزيد في الهرمون الأنوثة، وكيزيد أيضا في حجم الصدر والأرداف والمؤخرة كذلك. ما تبخلوش عليا باللايكات ديالكم لأنها في مثابة تشجيع لي والقناة ديالي، وكذلك تشتركوا في القناة وتفعلوا داك الجرس داك الناقوس اللي يكون أسفل الفيديو باش توصلوا بجديد فيديوهاتي، وكذلك تخلوا لي تعليق ديالكم واقتراحات حياتكم وانا غادي نجاوب الكل ان شاء الله. ذلك وايضا لديه عدة فوائد بالنسبة للمرأة اللي كتعاني من مشاكل الدورة الشهرية، يعني مشاكل ديال الالام او الاوجاع او مشاكل ديال تأخر العادة الشهرية. وايضا الاشخاص اللي كيعانيوا من التوتر وقلة النوم يمكن لهم يستخدموا هذا المشروب بشكل يومي، وسوف يلاحظون بعد استعمال هذا المشروب لمدة قصيرة نتائج وتحسن كبير على الحالة الصحية لديهم، وكذلك زيادة الوزن لمن يريد في تكبير المؤخرة والأرداف والصدر. بالنسبة لهذا المشروب اللي غادي نشارك معكم اليوم، فهو مشروب جميل 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 بزاف، وأعطى نتائج جميلة بزاف. هذا المشروب عنده منافع كثيرة كثيرة بزاف، غنية عن التعريف. فغادي نستخدمه غير مكون واحد اللي عنده عدة فوائد. هذا المكون هو مكون حبوب نافع، هذا هو الشكل دياله. فهو لديه عدة أسماء أخرى على حسب كل دولة وعلى حسب كل منطقة يختلف الاسم دياله. فمهم غادي نعطيكم أسماء من بين هاد الاسم حنا اللي كنعرفه في المغرب، حبة حلاوة، فهو كيسميه يعني بلدان أخرى بحبوب الشمر أو اليانسون أو زريعة البسباس، يعني عنده بزاف الأسماء. فهو هذا بالنسبة للناس اللي ما كيعرفوش يعني راه هو هذا على هاد الشكل. فطريقة استعمال هذا المشروب طريقة بسيطة جدا، كناخد ملعقتين صغيرتين أو ما يعادل يعني ملعقة كبيرة، وكنوضعها في كاس ديال الماء يكون يعني ماء مغلى، يعني يكون ديجا غليناه حتى طلق السبولة، ونعملوه في كاس وناخدو ملعقتين صغيرتين من هذا المكون. وضروري قبل ما تاخدوه البنات، فنصيحة مني أنكم تنقيوه لانه كما كنعرفوا اي حاجه يعني بحال هكا يعني شي عشبه ولا شي حاجه خصكم ضروري تنقيوها من دوك الشوائب كتكون فيها الغبره ولا يعني شي حجيرات ولا شي حاجه، ضروري تتاكدوا من انها نقيتوها ومزيانه وقابله للاستخدام. فالطريقه يعني سهله 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 بزاف. فاللي الناس اللي بغاو يعني يطحنوها من الاحسن يطحنوها باش هكذا يعني ناخذ الفوائد ديالها كلها. اما بالنسبه لاستعملنا بهذه الطريقه فغادي يعني نضطروا اننا نصفيو يعني، وغادي نحيدوا داك الكميه يعني غناخذوا غير هذيك الماده اللي غتطلق لينا. فمهم غادي نحتاجوا كاس يكون فيه الماء مغلى، ونضيف فيه جوج كيسان، انا ديجا يعني عفوا البنات جوج معالق، انا ديجا حضرت الوصفه غير باش تشوفوا النتيجه ديالته. المهم راه هو هذا يعني الكاس، خليته حتى طلق لي تقريبا يعني 3 دقائق حتى 4 دقائق، صافي كيطلق داك اللون ديالو يعني كيتغير الماء فكيصبح على هذا الشكل. فغادي نقوم يعني بتصفيه هذا المشروب ونشربه يعني قبل ما ننعس، يعني قبل النوم طبعا، مو قبل فاش ديروا المسخون وتحملوا فيه جوج معالق، غطيه ضروري باش يطلق لينا. وغادي نشربوه قبل النوم يوميا بشكل يومي، فهذا كيزيد في ماده الاستروجين اللي هي يعني فيها الصدر وفيها المؤخره والارداف، فرائع رائع بزاف. فكنتمنى انكم تجربوه لانه غيعطيكم نتائج سريعه ونتائج رائعه. فهاد الوصفه مجربه
مليون في المية عندها نتائج مضمونة وفعالة، يعني من الوصفات النافعة، وصفات المجربة. كنتمنى انكم تجربوها البنات، وما تنساوش تخلوا لي لايك للفيديو وتشتركوا في القناة اللي كنت اول مرة تزوروها. مهم بالنسبة لهذه الوصفة، فأسبوع يعني الأسبوع الأول كتبدأ تظهر لكم النتائج. فبالنسبة للرجال حاولوا أنكم تتفادوا ما تستعملوش، لأنه يعني كيزيد في المادة ديال الإستروجين، يعني فيها الصدر والمؤخرة والأرداف. ما يمكنش الراجل غادي يغلط لينا من ذوك المناطق، يعني نصيحة الرجال ما يستعملوش هذا المشروب. راه لقى نجاح كبير، وهو غني عن التعريف، ولديه كما ذكرت عدة منافع بالنسبة للجسم. فكنتمنى تجرب. فما بقى لي نقول لكم استودعكم بالله الذي لا تضيع ودائعه، ونشوفكم بحق.